عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل يا محمد فالسلام يقول يا
الله الذي فتح هذا الوجود بنور محمد ساري سره في كل قضية وجعل الروز زادا ختامه وانتهاء وخص أهله الفاخر ونسله الطاهر بالأسرار الإلهية وكانوا حصنا حصينا لأهل الأرض والدين حما والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن وبعد فيقول العارف الذي حاد من الفضائل كل ملحة سنية وتحلى بعلم الظاهر والباطن فصار فتنة وغاية فرما جنس بالطاهر الذي حبه بالقيامة المنجي من النار الحمية مولانا السيد جعفر بن حسن ملك البرزنج نسبته المنتمى أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما صلى الله وأثني بحمد موالده سائغة هنية صلى الله عليه مقتطيا من شكر جميل مطايا صلى الله عليه صلي وأسلم على النور الموصوف في تقدمه الأولية صلى الله عليه واستمح الله تعالى رضوان يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعلم الصحابة والأتباع ومواله واستجدي هدادا لسلوك السبل مراجعة النبوية واشكر من قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقرية صلى الله عليه من النسب الشريف تحل المسامع واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية لا حول إلا بالله عتب الآم قبر الكريم وفي شهيد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت حسان الصنيع صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه مغيرة الذي التقى التقاه العليا صلى الله عليه وسلم واسمه مجمع الإسلام بقسي تقاسيم في بلاد قضاعة القصية صلى الله عليه وسلم تعالى إلى الحرم المحترم فحمى اللهم صل وسلم على بلاد واسمه حكيم المرتي بن كعب بن لوي لغالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطول القريشية صلى الله عليه وسلم فوق قنان كما جنح إليه الكثير والوطن اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ابن ندر بن جنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله زار بن عبد عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه إلى القليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى اللهم صل وسلم بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه إسماعيل نسبته ومنتهى ومنتهى صلى الله عليه وسلم من أقل تعلق الكواكب الدرية صلى الله عليه وسلم وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وعشقته المنتهى صلى الله عليه نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجوم الجوزاء صلى الله عليه أبدايخ دسودة وفقار أنت في جريمة الأسماء فأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية صلى الله عليه العراقي ويرده في مورد الهنية
واسلم لهم كرامة لمحمد آباءهم الأمجاد سونا لإسمه تركوا السفاح ولم يسبوا معروف من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أساره غرارهم البهية صلى الله عليه وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عادل اللهم خبره الكريم بعرف شفيع بالصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على وجاءنا بالرسالة طه محمد وآله والكلمته الغزالة يا ربي صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله كلمته الغزالة تحت باب العطاء قاصد في كل حالة والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمالة تعبر الله سهلا مختما كان في حسن الرجاء Let's do it.
حجم ثلا. يا رب صل على النبي واجعلنا بالرسالة. يا رب صل على النبي واجعلنا بالرسالة. صلى الله عليه من السرور كأس حمية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وفي حلى حسنه تاب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه محمدا، لأنه ستحمد عقبا عاطر اللهم قم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله. طب شو عملنا ديون ليش ديون تسوم الله أنا دون. فاق سيدا درويش. سوتوك سيدا. يو تتو. ناجي.
ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم
وسلم نورا يتلألأ سجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رسول I'm
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية يا الله عن أن يكون له فينا فيها نظائر وأشباه يا الله يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا الله يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه أسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك رجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه والهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته للمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين وطلبه ومناه
وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مثل همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية يا الله، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا، وتسهل لنا من صالح الاعمال ما عز ذراه، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومرسيا، ولكل راج ما أمله فيك رجا، وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية، فحقق لنا ما منك رجا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة، وأسقنا غيثا يعم سياب سيسب وربا، واغفر لنا سجه هذه البرود محبرة المولدية. سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى، وحق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكناه، واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا، وكاتبها وقارئها ومن أصاغ إليها سمعه وأصلاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره، ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهري، وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقوده، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا مولانا محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين. آمين.